السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. تحت ضغط هجمات صنعاء انسحاب مدمرة أمريكية من البحر الأحمر، وإلى التفاصيل. واصلت البحرية الأمريكية سحب قطعها البحرية من البحر الأحمر بالتزامن مع تصاعد الهجمات اليمنية المساندة لغزة. وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي إنه تم نقل المدمرة لابون من البحر الأحمر إلى شرق البحر المتوسط. ويرجح أن يكون سبب سحب المدمرة لابون بعد تعرضها لإصابة مباشرة من قوات صنعاء، والتي أعلنت مؤخرا استهدافها مدمرتين في إطار عملياتها العسكرية المساندة لغزة. وسبق وأن سحبت البحرية الأمريكية عددا من قطعها الحربية من البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات أيزنهاور، وذلك تحت تأثير الهجمات اليمنية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.